طبعا الجو بقاله يومين كلنا حاسين بالبرد الشديد وكلنا بردانين، بالليل برد شديد جدا، بالنهار والصبح فيه امطار شفناها امبارح تقريبا في كل المحافظات المصريه. الحمد لله الامطار خفيفه ما هيش امطار شديده، والاجهزه التنفيذيه في المحافظات اشتغلت على طول على رفع اي تراكمات للمياه موجوده في الشوارع او الميادين. ما حسيناش الحمد لله باي مشكله في اليومين اللي فاتوا، لكن الجو برد جدا يا منى. اعتقد ان احنا دخلنا في الجد خلاص، درجه الحراره في القاهره بتتراوح ما بين 15 درجه الصبح وبتوصل ل 8 او 8 درجات بالليل، ودي يعني نقدر نقول عليها درجه حراره الثلاجه، عشان كده الجو بيبقى ساقع جدا بالليل. وكمان درجه الحراره الصغرى في سانت كاترين نقدر نقول لاول مره بتسجل 3 تحت الصفر في موسم الشتاء ده، عشان كده هتلاقي دلوقتي بقى في ثلوج كده في سانت كاترين، والمشهد بيبقى في غايه في الروعه والجمال. كل الناس اللي عندها اجازه تقدر تسافر وتروح وتتصور وتنبسط، وكمان تبعت لنا الصور عشان احنا مش هنعرف نتحرك، ما عندناش اجازه احنا. صحيح. احنا قاعدين في الاستوديو. قاعدين في الاستوديو في ثلاجه برضه. ثلاجه. عجبتني قوي منا فكره ان درجه حراره 8 دي درجه حراره الثلاجه، فاحنا فعلا عايشين في ثلاجه كبيره اليومين دول. الجو فعلا برد، وزي ما انتم شايفين طبعا في اماكن بيبقى فيه ثلج في سانت كاترين او غيره، احنا دخلنا خلاص في جد الجد، يعني كده الشتاء زي ما بيقول الكتاب، يعني امطار وبرد شديد. عايزين بس اليومين دول ان شاء الله يعدوا على خير من غير يعني اي مشاكل. طبعا مش محتاجين نوصي حضراتكم جميعا الصبح كده انه اي حد بيسوق عربيته في الجو ده ياخد باله جدا وكويس مع تساقط الامطار، يحاول دايما كده ما يجريش بسرعه بالعربيه، يمشي على سرعات محدده ومنخفضه ويتفادى اي تراكمات المياه علشان العربيه ما تعطلش ويعطل من وراء الطريق كله، خصوصا انه احنا لاحظنا ان الاداره العامه للمرور بتقوم بجهود كبيره جدا علشان تسهل حركه السيارات وقت سقوط الامطار. ان شاء الله الموجه دي تخلص بسرعه، خلاص فاضل ايام قليله في شهر طوبه، زي ما احنا عارفين طوبه بيبقى ابرد شهور السنه، وده احنا عارفينه من زمان جدا من ايام المصريين القدماء وهم بيتعودوا على مواعيد الحصاد ومواعيد الزراعه، ودايما كان بيبقى شهر طوبه ده في 10 الايام الاخيره من شهر طوبه ده الاكثر بروده في كل ايام السنه. خلاص فاضل ايام قليله وتعدي بسرعه وان شاء الله تعدي بسلام. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل ودافي. صباح الخير يا مصر.